الى ذلك قال الناشط وعضو حزب البيت الوطني حسين الغرابي ان القمع الامني لمتظاهري ساحه التحرير كان معدا ومخططا له مسبقا، فيما اشار خلال لقاء مع يو تي في الى ان الانتخابات المبكره لن تكون نزيهه اذا جرت من دون اشتراطات تشرين. شكلنا احزاب بها انتماءات ابناء العراق في كل محافظاته ونجحنا نجاح باهر صراحه. احزاب سبقتنا بعشرات السنين نحن نتقدم الان تنظيميا يا سيدي الكريم نحن ابناء الديمقراطيه وتشرين كانت ديمقراطيه وطالبت بانتخابات مبكره وهذه الانتخابات سميت بانتخابات تشرين ويفترض انها تكون باشتراطات تشرين لا يمكن ان نحسب صندوق الانتخاب والورقه الانتخابيه هي عمليه ديمقراطيه العملية الديمقراطية يجب أن تكون فيها عدالة انتخابية هناك دماء سقطت بريئة تعالوا نتحدث بهذا الموضوع الأهم من قتل الشباب؟ كيف قتلوا الشباب بهذه الطريقة؟ البص... يعني وكأنما من السهل يا أخي يجي هي مو قصة مو قصة يا أخوان شرطي ضايج وما خلق وأطلق النار هناك إطلاق نار متعمد ومستمر